مدير المتحف المركزي للشرطة وفي زيارته لبرج باجي مختار يلقي محاضرة حضرتها السلطات الولائية والأمنية وطلاب المدارس، يثمن فيها ويعرف بتاريخ الشرطة الجزائرية. الأمة الجزائرية أمة عريقة، وقد كان لأبنائها عبر الزمن آثار في مسيرة المجتمع ومسيرة البشرية قاطبة. كما تم بالمناسبة إقامة معرض لصور يظهر أهم محطات وإنجازات الشرطة الجزائرية. تم استكمال برنامج المسطر من طرف المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف السيد لواء مدير العام للأمن الوطني والمتمثل في تثمين وتاريخ وتجربة الشرطة الجزائرية، حيث لقى الأمر استحسان كبير لدى أبناء المنطقة. هذه المحاضرة والمعرض المنظم من طرف الشرطة لقت استحسان الجمهور الحاضر. حضرنا محاضرة وكانت في القمة، يعني في القمة محاضرة، يعني في القمة، وصلت الأبناء المنطقة دور الشرطة ومهام الشرطة وأنها الشرطة مع المواطن ما هي ضد المواطن، وهذه هي الفائدة اللي يسعى كل واحد منها وكل جهاز في الدولة يسعى أنه يكون قريب من المواطن لا بعيد عن المواطن. ولتبقى الشرطة الجزائرية بتاريخها المجيد والعريض مفخرة كل مواطن وهي في خدمته أينما كان وحيثما وجد.